اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. استاذنا الاستاذ جمال الزويري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام، مساء الفل. اهلا استاذنا الاستاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن منور، شرف منور. معلش اخرناكم شويه بس قاعدين بقى. لا لا احنا قاعد الرجاله لسه ما جاتش 12. صح، حلو. فلسه طالما عدينا يعني قبل 12 يبقى خلاص، يبقى كويس جدا. احنا النهارده لسه يعني. ازيك يا استاذ جمال؟ كله تمام الحمد لله. الدنيا تمام يا استاذ محمود؟ الحمد لله. استاذ محمود شكله صاحي من 8 الصبح. صح فعلا، وهتصحى 8 الصبح. ما هو عشان كده بقول لحضرتك اهم حاجه ان احنا ما تعديش 12. اليوم ما عداش، اليوم لسه ما عداش. يعني انت كده من اوله لاخره حقك واصلك ان شاء الله. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك بخبر بالنسبه لي هو الخبر الاهم وجهه نظري، ان خبر ان اتحاد كره القدم وان هو هيدي كل الفلوس اللي عليه للحكام. اعتقد ان ده خبر جيد جدا، ولكن الحقيقه الخبر ده بنسمعه كل سنه، وبعدين اجي اكلم الحكام يقولوا لي ما خدناش حاجه. ما هو هي المشكله مش ان هو يبقى في قرار بكده، المشكله تنفيذ هذا القرار. وعلى فكره دي شكوى برضو يعني كبيره جدا من الحكام يا كابتن اسلام. طبعًا دايما طبعا ان المستحقات بتاعتهم بتتاخر وحقهم. ويجب ان يكون في اطار التعديل اللي بيجري على مستوى لجنه الحكام، يبقى ده جزء اساسي انه المستحقات توصل للحكام في وقتها. عشان يبقى كل عنده حماس ان هو يشتغل. يعني يؤدي عمله، لانه يعني ابسط طريقه لتطوير التحكيم هي الاهتمام بالحكام ومستحقاتهم الماليه واي شيء اخر. يعني كل ما يتعلق بالحكام يجب ان يكون موضع اعتبار واهتمام. اذا كنا عايزين نطور التحكيم بجد ما يبقاش مجرد كلام يعني. فشيء كويس ان الاتحاد يعلن هذا الكلام، لكن سنظل منتظرين تطبيق هذا الكلام على أيوه. ارض الواقع أيوه. يعني لغايه ما الحكام نفسهم يطلعوا ويقولوا لنا ان كل الامور تمام. يعني ما يبقاش في حاجه متاخره يعني. طيب استاذ محمود برضو نفس الكلام، اهم حاجه لانه احنا دائما ما نبحث عن العداله التحكيميه، ولكن قبل ما تبحث عن العداله التحكيميه وفر للحكم ما يريده. طبعا لا، ده كلام غريب جدا يا كابتن اسلام، انك تطلع تقول لي قبل بدايه الموسم احنا خلاص هندي الحكام مستحقاتهم القديمه. مستحقاتهم القديمه ده في حد ذاتها كارثه. ليه بقى؟ انت اردت كاتحاد كوره عملا احترافيا، نعم، فاستعنت بخبير اجنبي سيتقاضى شهريا مليون جنيه. انا اعتقد راتبه 25,000 دولار. قول لي هتعمل في ايه في راتب؟ هتقدر مع كراتنبرج تاخر راتبه؟ هو بياخد مليون جنيه في الشهر؟ اعتقد، انا بقول لك 25,000 دولار زي ما هم اعلنوا. 25,000 دولار يبقى مش مليون جنيه. مليون جنيه؟ لا أكتر. 25,000 دولار يعني أكتر. 20 في 20 لا يعني 500,000 جنيه. ليه؟ لا احسب في 20، في 20 يبقى مليون. 20 في 20 لا 20 في 20 500,000 جنيه يا كابتن. 500,000 جنيه ده مرتبات الطقم المجموعه كلها يعني. على مدار على مدار الحدوته يعني. قصدك ان المرتب كبير يعني؟ المرتب طبعا المرتب كبير. مش ده مش مشكلتي، انت جبته وعندك امل ان الراجل يطور، لابد تطوره. اعتقد الراجل نقل لرئيس اتحاد الكوره واعضاء المجلس المشاكل اللي اشتكوا من خلالها الحكام في الكلام اللي يعني كلموه على نقص في الادوات، كلموه على مشاكل السماعات، كلموه على مشاكل الرواتب وتاخرها، الحوافز، على الدورات التدريبيه، على علاج الاخطاء، على يعني العلاج الشخصي. كل الكلام ده على فكره تم المناقشه فيها يا كابتن. فانت هذا الخبر خبر متكرر، ده ممكن جه بدري شويه. احنا دايما بنسمعه بعد مضي 10-12 اسبوع او نص اسبوع، لك ايه وقرت حضرتك صرف 6 مليون جنيه مستحقات حكام متاخره من الموسم الماضي. امال هم بيشتغلوا ازاي؟ صحيح، والحكم ده عنده مسؤوليات وعنده طبعا إيه؟ يا عم هو انتوا عمالين تدافعوا عن الحكام، انت بتقول لك دلوقتي ايه؟ وانتوا عمالين تدافعوا عن الحكام وتقولوا كذا. ايوه يا جماعه، ما هو احنا عايزين الوضع يبقى كويس، احنا عايزين الوضع يبقى كويس، عايزين العداله التحكيميه الجديده. يا اما انت معتمد على ان هم بينتموا اصلا لمؤسسات بيعملوا فيها بتقاضوا رواتبهم والتحكيم عمل اضافي، هو ده الغالب. غالب جزء معروفين تبع شركات بترول وجزء تبع مش عارف ايه. انا مش هنتكلم في الموضوع ده لان دي مسائل بيحكمها ضمير وبتحكمها امور تانية احنا مش هندخل فيها يعني. لكن عايز اقول لك يا كابتن، المفروض ما دام انت وضعت رجلك على الخطوه الاساسيه
والرئيسيه. أيوة. ما كان يجب عليك ان تنتظر حتى تبدا انطلاق الموسم. صحيح. كان بمجرد انتهاء الموسم الماضي في 30/8 تقول في ختموا يا جماعه وخلاص احنا قررنا صرف كل مستحقات الحكام المتاخره، وان احنا كمان هنعمل نظام مختلف في الموسم الجديد، انه هيبقى عندنا شكل مختلف بعد اتفاق مع كلاتنبرج على حاجات كتيره جدا هنطور وهنعمل 1 2 3 4، ما تبقاش الحاجات دي من الغيبيات ومحدش يعرفها. عشان الحكام تقول لك ايه، الله انت بتقول ليه في الكلام، وهنسمع من الحكام يقول لك ايه ان احنا ايه ما خدناش، ما خدناش، ما ده الكلام ده في حد ذاته في منتهى الخطوره برضه يا كابتن. وخلي بالك وبعدين خلي بالك كابتن، معلش اقطع كلام حضرتك، الانديه عليها ان هي قبل بدايه الموسم زي ما قلنا ونطور تضع قيمه ايه؟ القيمه الماديه اللي بتدفعها تسلمها لاتحاد الكوره، برضه دي حاجه غريبه برضه على فكره، يعني المفروض اتحاد الكوره اصلا بيدفع الكلام ده من عنده خصما اذا كانت للانديه مستحقات. نعم. فاعتقد ان الامور يعني الامور ايه؟ عاوز اقول لك على المستوى، إن أنت أردت أن تبحث عن تطوير وتغيير عليك أيضا أن تحافظ على كرامة الحكام. وكرامة الحكام يبدأ نمرة واحد من وجهة نظري هي المحافظة على أنهم يتقاضوا رواتبهم في مواعيد محددة لا تؤجل، إلا إذا كان اتحاد الكرة يعتمد على أنهم أصلا يعملون ويتقنون رواتبهم من أماكن أخرى، دي وظيفة تانية، دي حاجة تانية مختلفة. وبقول له استنى لما إيه تفرج إن شاء الله نبقى نديك إيه حقك. الكلام ده في منتهى الخطورة يا كابتن، لأنه اتقال لك إيه، كان زمان الحكم بيخلص يبقى إداري صاحب الأرض، الإداري الفريق صاحب الأرض وهو منتظر بيديله الظرف المفروض له اتفضل. مش ده كان اللي بيحصل الاول؟ ده كان بيحصل الاول على فكره. بعد كده الفتره الاخيره قال لك لا لازم فلوس توضع في اتحاد الكوره، واتحاد الكوره هو المسؤول عن ايه؟ عن المقاطعات، منعا للقيل والقال وكده 10 على 10، وده الافضل. انك انت ايه؟ بتخصم مثلا كل نادي ليه 15 مباراه على ملعبه لهكذا ولهكذا، المفروض الحاجات دي حاجات واضحه مش محتاجه يا كابتن انك انت تنزل تعالى تقول لي ايه؟ وقررنا صرف الماضي، طب والجديد؟ اللي هيبدا بعد بكره هتصرفه امتى؟ طب والحاجات الثانيه؟ السنه اللي بعديها ان شاء الله. انا بقول لك اهو، فعاوز اقول لك يعني ايه؟ انت استعنت بخبير اجنبي، والخبير الاجنبي عاوز يطور على المستوى الفني، لابد ان يتبعه بالتدريج تطوير لحمايه التحكيم عندك على المستوى الاداري، بحمايته بايه؟ بالمنظومه اللي انت عاملها، محدش يدخل محدش يقرب، اللي بيدفع الفلوس دي والمرتبه دي يا جماعه ده اتحاد الكوره، يدفعها ازاي انت مالكش دعوه، لكن انت ما تدخلش الانديه طرف وتيجي تقول لي لا يا فلان عليك فلان ادفع مش عارف ايه، طب والانديه الثانيه مش تقدر تدفع المبالغ دي، في انديه مش تقدر تدفع لك الفلوس دي، هتقول انا عاملها خصما من اذا كان لي مستحقات عندي او الكلام ما فيش الكلام ده، لا المفروض الكلام ده يبقى واضح ومحدد. واعتقد انه سيكون موسم مشتعل، موسم مثير، محتاج من دلوقتي وضوح الرؤيه فيه، وخاصه لابد من حمايه التحكيم. أيوة. وان بصوره واضحه لا تقبل النيل منه، ولابد ان توضع لائحه قويه جدا وتنفذ اللائحه اللي يريد تطبيقها كلاتنبرج من في اتجاه تصريحات المسؤولين الاداريين المديرين الفنيين اللاعبين رؤساء الانديه تجاه التحكيم، لابد هيكون فيها عقاب، لابد ان يطبق هذا الكلام. لابد يكون فيها خصومات، لابد ان يكون فيها موقف واضح، واذا لم يتم حمايه التحكيم بالصوره المطلوبه هتكون في مشكله كبيره في الموسم المقبل. استاذ محمود ده موجود على فكره، موجود في لا يطبق ولا ينفذ، لا تطبق وتنفذ. كمان في نقطه برضو يعني والاستاذ محمود بيتكلم، انا افتكرتها شكوى انا بسمعها على لسان حكام كتير. اتفضل. الكل بيتكلم عن الفريقين ازاي بيروحوا الملعب، يعني يعني عندك مثلا الاهلي بيلعب مع نادي اخر بيروحوا الملعب بترتيبات معينه والانديه بتاعتهم بتوفر لهم طبعا وسيله انتقال. صحيح. محترمه ومناسبه. الحكام على فكره بيتصرفوا من نفسهم، يعني الحكم مع حاله، كل واحد مع حاله، كل واحد مع حاله يا كابتن اسلام. ايوه. ودي نقطه ممكن جدا الحكم وهو ماشي بعربيته يحصل كارثه. لا طبعا يحصل مشكله، ده لما عربيه بقى كويسه كده. ايوه، ما انا بقول لحضرتك ده في ناس بتركب حتى في دوري القسم الثاني تحديدا بيركبوا مواصلات. فطبعا دي مساله يجب برضو من ضمن اذا كنا بنعيد ترتيب الامور ان يكون اتحاد الكره مسؤول عن توصيل هؤلاء الحكام الى الملاعب. لا. بشكل محترم يعني. يا استاذ جمال ده في مشكله حصلت الدوري اللي فات يا كابتن، مش احنا بنتكلم
دلوقتي على فكره إيه؟ انا معاك بس انا يعني ايوه الناس اساسا ما خدتش المستحقات الموسم السابق. اصل انا بقول لحضرتك دي حضرتك بتقول شكوى من الحكام طبعا عندهم يعني حق. انا في حكام بيكلموني على فكره عندهم حق بيقولوا لي بدل ما انتوا عمالين تنتقدوا التحكيم ما تشوفوا الاول مشاكلنا. طب ما دي جزء من المشاكل مع حضرتك يعني بيقول لك وعايز اقول لحضرتك حاجه الاسبوع اللي جاي هاخصص حلقات وليس حلقه واحده ان شاء الله حلقه كل اسبوع لمشاكل التحكيم ولا اي حد من الحكام وانا اجيب لكم الحكام اللي عاوزين يتكلموا انا موافق اه والله انا موافق اللي عايز يتكلم ويقول اي حد من الحكام في مصر يحتاج ان هو يشرح مشاكله على ان انا في الاخر انا اللي هو انا اللي يهمني ايه مش احنا بنقول عايزين وانا اللي يهمني ايه يا كابتن راحه الحكم واداؤه انا عايز اداؤه كويس عداله تحكيميه خلال الفتره اللي جايه بالزبط. مش عايز تيجي تقول لي اصل انا جيت احط بيرسي تاو لقيته متقدم خطوه فعملت الخط من فوق لتحت انت عايزه يبقى مركز عايز حكم عايز حكم مركز ومستريح من جميع النواحي طبعا طبعا اللي هو يبقى متفرغ لاداء دور يا استاذ جمال ده في حكام اتاخرت بيهم المواصلات ايوه اتمنعوا من دخول الملعب هو عشان هو مش جاي في الوقت ايوه اتاخر المواصلات اتاخرته اتمنع من دخول الملعب بعد مشكله وتدخل مش راضين يدخلوه انا مش عايز اقول اسماء الحكام بس مش عايز اقول لك ايه لا في حاجات بتحصل لا والحكام طلعوا قالوا احنا اتاخرنا وحصل معانا مشكله والناس اللي بره ما نعرفكش ما دي مشكله على فكره طلع كارنيهاتك مفيش يا عم انت مفيش يا عم لا مش احنا لجنه الحكام واتحاد الكوره والناس كلها بتطالب الاعلام بايه؟ بانه لا يعترض على قرارات التحكيم ويطالب جميع اطراف لا اللعبه لا هو امال الاعلام من حقه مش من حق لا وجميع عناصر اللعبه يعني مثلا الاداري والمدرب انت بتطالبهم ان هم يحترموا قرارات الحكم قبل ما تطالبهم برضو بكده لازم توفر له البيئه المناسبه للعمل يا كابتن صح يا استاذ جمال لكن استاذ جمال الزهيري مثلا مسؤول في نادي اكس تمام استاذ جمال الزهيري طلع وقال كل ما يريده تمام. في حكم المباراه خلاص وبعدين ما حصلش حاجه تمام الاستاذ محمود مسؤول في نادي زد في نادي بلاش زد عشان لا اصل بقى في نادي زد نادي اسمه زد بقى نادي ايه؟ إكس. اي نادي؟ نادي اكس نادي اكس نادي تاني غير اللي بتاع الاستاذ جمال يعني اكس 2 اكس 2 فالاستاذ محمود طلع قال برضه ما على مساعد الحكم طيب وبعدين ما بيحصلش حاجه طب انا هسال سؤال برضه افتراضي اتفضل الحكم الاجنبي اللي بيجي طاقم التحكيم بيروح الملعب ازاي؟ لا حاسب لا طيب ما هو سؤال اهو في ال 15000 دولار ولا 15000 دولار لا هل بينزل غير الاقامه غير لا هل بينزل بس مين اللي بيدفعها النادي؟ هل بينزل يا كابتن يقف قدام الفندق استنى تاكسي ويشاور لتاكسي مثلا؟ لا بيطلب اوبر ممكن او بيطلب اوبر لا انا اقصد ايه؟ يعني ما هياش اختراع ان انت توفر للحكم مين بقى؟ الوسيله لا اتحاد الكوره ايوه ما ده اللي اتفاقه في كل القاهره والمحافظات مع شركات متخصصه باص معين لازم لنقل طاقم التحكيم من مقر رقم مش طاقم بقى تحكيم هيبقى تسعة يعني تسعة ما انا بقول لك اهو الدوري ده الدوري الممتاز ايوه جيب باص انا بتكلمك على كده بقيه المباريات ايوه يعمل كده الثانيه والثالثه نبتدي بالممتاز يا كابتن الله نبتدي بالممتاز وده يبقى ببلاش يعني بمقابل بدل ما بياخد مليون 150 زي ما بيقولوا ياخد مليون 200 مثلا انت ممكن تجيب شركه تحط تبقى راعيه للتحكيم الحكام بتحط بتجاع على يعني كل على حاجه ممكن على على الايه على القميص بتاعه ها ترعى وتشيل المسؤوليه لو انت عايز لو انت عاوز تعمل حاجه زي كده صحيح لكن انت المساله تسيبها كده وتدعي الحكم لظروفه ولظروف من يواجهه في الطريق او يلتقي بيه ها تبقى مشكله انت عندك لا عندك عاوز تعمل ما دام قررت تطور يبقى طور الكل بالظبط يعني ايه ما تقوليش لا عاوز تنجح وعاوز تعلي المستوى يبقى لازم يكون عندك تحكيم جيد جدا وقوي وليه شخصيه وبيتحمي وبيحافظ والحكم نفسه عارف انه لابد ان يعني ايه انه ما يفكرش في اي حاجه ويبعد عن اي ضغوط ولازم يكون في مراقبه مراقبه بمعنى ايه مراقبه للتصرفات التحركات مش بفرض عليه ان انا اضغط واعمل له مشكله لا كمان ان انا الاخطاء اللي برتكبها اعالجها بالصوره اللي تتناسب من غير ما اقلل منه لانه قرار الحكم بيتاخد في كسر مش في كسر في لمح ما بيعرفش يرجع فيه طيب اي حد يقول الكلام ده تفتح مواضيع طب بمناسبه تحركات الحكم خارج المستطيل الاخضر ما ينفعش حكم يروح يتعشى
انا بكلمك اهو بقى يروح يتعشى. ده كابتن محمود عاشور مع الكابتن ايا كان بقى مين. طبعا ما ينفعش يعني لابد تعشى في الوش بدل ما يتعشى. ده قاضي تشوفه. ده قاضي الملاعب. قاضي الملعب ده رايح مع اصحابه. انا بقول لك اللي بيتقال مش معنى كده ان انا ان انا موافق. لكن انا بقول لك اللي بيتقال. انا رايح مع اصحابي. ما انت مالك؟ مش في حاجه يعني اسمها لو انا واستاذ جمال رحنا ايه اللي هيحصل؟ مش في حاجه اسمها نتقي الشبهات ولا مفيش؟ في بس ده في ديننا وفي اخلاقنا. انا النهارده راجل في موقع وعنده مشكله على فكره. لما يكون مشكلة. ليك واحد صاحب شغال في مجال في النيابه العامه او في القضاء او غيره تحركاته هو بيبقى فارض على نفسه. طبعا اسلوب معين في التعامل. يعني ما ينفعش يقعد في قاعده معينه وهكذا. يجب ان يكون الحكم. ما احنا بندور النهارده على وسيله جديده لظهور الحكم بالشكل اللائق به. نعم. وده شيء مهم جدا. لاننا بنتمنى في النهايه ان احنا كمان ما نضطرش ان احنا نعالج مثل هذه الامور او ننتقد. احنا بنتمنى ده. عايزين افضل شكل ممكن للحكم الذي يدير المباريات في الدوري المصري. طبعا لانه في النهايه الحكم ده انا بطالبه وبطلع انتقده وبطلع اقول طبعا مش قادر يجري او الحكم ده جري او الحكم ده لم يكن عادلا في تحكيمه للمباريات. بلاش مباريات الاهلي، انا بتكلم في كل المباريات. وانت مش بتعمل له اختبارات بدنيه عشان يبقى شكله كويس؟ ما يبقاش عنده كرش. في البداية بيقولوا انا ما بشوفش. لا عشان ما يبقاش عنده كرش، عشان يعرف يجري، عشان كذا كذا كذا. لما انت بتوفر له الحاجات دي او بتهتم بيها اهتم كمان بالامور. يعني بقول لك في حكام بيتعرضوا ممكن جدا ينزل يركب 3-4 مواصلات عشان يوصل ملعب في بلد بعيده شويه. اوكي. في مكان نائي، بلد نائيه يعني. فهل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ حد يقول لنا من لجنه الحكام هل هذا الكلام بيضايقهم ولا لا؟ بيضايق الحكام ولا لا؟ طبيعي يا استاذ جمال. أيوة. خلاص متعودين على كده. أيوة. في الظروف. لكن هو حضرتك انت، انا بقول لك اهو، انت بتقول بدات تاخد خطوات. كمل خطوتك بكامله بقى. ايوه يعني اشملها على ايه؟ ما تاخدش بتوع الدوري الممتاز وتعملهم دول خاصه الخاصه والسيب بتاع الممتاز به، لانه النادي الممتاز به برضه بتاخد من اللي فوق بتنزل تحت يحكم برضه. فلازم تدي نفس الدرجه من الاهتمام. ثانيا ايه هو المشكله؟ المشكله انه انت عندك قضيه في غايه الخطوره لم يلتفت اليها السابقين. يعني لما تيجي تتكلم يقول لك ايه ده احنا معانا محمود ابو الرجال هو ده راح ويباهي بذلك الامر مثلا الكابتن عصام عفتة على ايه؟ ده محمود ابو الرجال راح بعد دعم من بكاري جسامه لانه من ضمن الفريق بتاعه. خلاص فين الباقي؟ فين المشهد؟ كاس عالم الحالي وكاس عالم اللي يسبقه حتى لو كان خدنا ايه؟ احنا اللي اسسنا وعلمنا الناس دي كلها يصل بنا الحال مستوى ان يبقى احنا ما عندناش طقمين او ثلاث تحكيم دوليين في افريقيا يحكموا حتى نهائيات. يعني حتى لما يبقى نهائي الكونفدراليه ما يبقاش طاقم تحكيم من مصر. لما يبقى نهائي دوري الابطال وما فيهوش مثلا لا مثلا الاهلي مش موجود في المباراه النهائيه تجد طاقم الحكام اللي واخدين توكيل رسمي بحكم النهائيات يا بكاري جسامه يا الحكم سيما بملاك الحكم الاثيوبي يا اما تلقى دلوقتي مصطفى غربال يا اما مهدي يا اما تلقى الحكم المغربي رضوان جاي ايا كان. يعني تسمى هذه الاسماء ربما ظهر بعض الشيء حوالين محمود البنا. طب انا لازم احمي محمود البنا واكبره وادعمه واعمله ان انا خلاص احطه على الكادر بتاعي الاول، اجي احط رقم واحد في القائمه ابراهيم نور الدين. يعني رقم واحد في القائمه الدوليه مع كامل احترامي لابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين ها وما حدث له وما تعرض له في السابق. محمود البنا ياخد يطلع يبقى اعمل ايه علامه كده. طيب تعالى بعد محمود ها وعدي لي الباقي. يعني قول لي المستويات تكتشف الماساه يا كابتن. اللي ابن عمته، اللي ابن خالته، اللي ابن اخوه ها مثلا جايبه ده ولسه بقى اولادهم داخلين. ده عندك 60 حكم ابناء حكام قدام خلاص. مش عيب يا معلش يا استاذ محمود، انا في الحاجات اللي زي دي مش عيب طالما طالما مستواي يؤهله. يعني ما تزعلش مني بس انا الموضوع ده بيؤثر. مش بتكلم انا انت حضرتك احنا مش عايزين نظلم. انا مش بكلمك انا مش بقول لك انا مش بشكك ما شككتش في النهائي. لا لو مستواك انا بكلمك بقول لك 60 حكم من ابناء الحكام الحاليين لا السابقين هيبقوا موجودين وفيهم ناس تم اعتمادهم في الفار وما لعبوش كوره. سؤال بس
يعني انت بتختار اللي بيحكم على قاعد على الفار اللي هو الحكم المفروض دلوقتي. ده اللي بيتعمل في اوروبا خلي بالك، اوروبا كده. اوروبا بيعتمدوا حكام الفار من دون الحكام اللي ما لعبوش كوره. طيب خلاص معظمهم اديني اصل كل ده انا سالتك كل ده انا عديت. انا معاك عشان كده برد. قول لي خد فتره كام فتره تدريب؟ دي ممكن بقى نسال يعني اديني مثلا ايه على الاخطاء اللي هو ارتكبها ويبقى والده بيحلل في الشاشه وهو قاعد على الفار. بقول لك ده بياخد 95%. انا مع حضرتك. ده بياخد 80%. مع حضرتك. ده بياخد يعني ما شفتش اكتر من كده. يعني عاوز اقول لك ايه؟ لا طيب ال 60 دول هيتم اختيارهم على اساس؟ طب ال 60 التانيين اللي هم مش ابناء حكام هل هياخدوا نفس التعامل؟ نفس الحوافز؟ نفس الاهتمام؟ نفس النظر؟ يعني عاوز اقول لك عندنا مشكله. عندنا مشكله دي انا معاك فيها برضه. بص احنا ما بنقللش من حد ومن كل واحد عنده من حقه يفرح بابنه ويقدمه طالما ابنه كفاءه ويستحق. بس انا ما عنديش مشكله ولا استطيع ان اقلل الكلام ده ولا استطيع ان اقلل منه لان في الحاله ده هبقى مغرد. انا بتكلم اقول لك ايه؟ هل ال 60 التانيين هياخدوا نفس الدوافع، نفس الاهتمام، نفس الرعايه، نفس معلش هعديها المره دي هيصلحها المره دي، هنصلحها له الحته دي، هتبقى مع الناس الثانيه؟ هي دي المشكله. لا طبعا. يعني عاوز اقول لك ايه؟ يعني دي الحدوته. انت لازم يبقى عندك ايه؟ إذا ما أردت النجاح وأن تصل إلى القمة لازم يكون معيارك واحد. معيارك واحد ما تشوفش بالألوان، لأ شوف الصح ومصلحة البلد إيه. ليه إحنا غايبين عن المشهد بالصورة دي وبعدين؟ لأن إحنا مش عاوزين نبقى إيه؟ يعني إيه؟ يبقى عندنا بس هو جمال غندور هو الدولي العالمي اللي كسر الدنيا مفيش حد يطلع بعده. عصام عبد الفتاح يعني اللي ما جابتهوش مدرسة فمفيش حد بعد كده. طب وبعدين؟ يا جماعة هاتوا سيرة مصطفى كامل محمود وشوفوا يا جماعة اتعلموا وشوف كان عم بيعمل ايه الراجل ده الله يرحمه. شوف كان عامل ايه للتحكيم وعامل ايه شغل. هاتوا سيرة علي قنديل وشوفوا واحكوا على التاريخ. هاتوا التاريخ. لا احنا يعني احنا مستوانا المفروض يكون احسن من كده. المفروض احنا المدرسة، احنا اللي علمت الناس الكورة في افريقيا. أيوة. وفي الدول العربية ما ينفعش يصل بينا المرحلة الان انك انت لما تقول لي مين طاقم التحكيم رقم واحد في مصر اللي انت مثلا تقول خلاص يا جماعه مش هجيب تحكيم من بره مش هينفع اجيب، هجيب للاهلي والزمالك انا عندي ناس. ليه؟ لان هناك ميزان واحد. انت بتشوف الرجاء والوداد مثلا في الدوري بيحكمهم رضوان جاي وفي قانون حاسم ما فيش اللي هيخرج عن النص، القانون منتظره. لكن طالما فيها حسابات اخرى وانت كسرت الجزئيه دي بتاعت بالطاقم المحلي وفي ناس نجحت وفي ناس راحت في حته الاحتواء بوظت الدنيا. صحيح. التحكيم والكره فاشله مساله اسمها احتواء. صحيح. ضميرك وحكمك ما تقوليش اصل انا شايف وانا باصص وانا عامل وانا مسوي. لا تحافظ على اسمك وما تحطش نفسك في الدايره. في دايره ايه؟ في دايره الشبهات. طبعا. خلاص؟ انت طالما دخلت الاول حميت نفسك. طالما بدانا. الاصلاح ما احنا بنعتبر او اتحاد الكره بيعتبر واحنا موافقين معاه انه تعاقده مع كلاتنبرج بدايه لمرحله هو بيصلح فيها لازم يحميها منظومة التحكيم. خلي بالك لازم يحميه لانه هتبدا في مشكله معاه. الراجل بتعمل له مشكله يوفر له. في الاسبوع اللي فات ده في كذا حاجه حصلت حضرتك يمكن ايه محدش يعني القي الضوء عليها زي مثلا ايه اتبعت في محاضرات للحكام فاتبعت مين يحاضر تخيل بقى الاتحاد الدولي بعد مين؟ كابتن عصام عبد الفتاح. بعد كابتن عصام عبد الفتاح. ماشي ما احنا كابتن بارج ما راحش. كابتن بارج ما راحش. شوف انت لا شوف انت لا يعني مثلا انت عندك شمال افريقيا عصام عبد الفتاح واخر حكم من تونس وحكم من الجزائر. قاموا بعتين الثلاثه دول راح بعتين مين؟ كابتن عصام. كابتن عصام بس يمكن عشان في مصر. ايوه تونس هيبعت لتونس. ما هو التاني لا ما هو بتاع تونس راح الجزائر. اوكي. وعصام راح تونس. اوكي. وفريق بتاع الجزائر راح فين؟ مصر. يجي مصر. ما حصلش الكلام ده يبقى انا بعمل عليك ايه؟ ما دلوقتي خلاص دي معركة اسمها معركة البقاء. لابد من إفشال مهمة هذا الرجل بشكل أو بآخر. وهتشوف الموسم الجاي حاجات هتتسرب للاستوديوهات التحليلية لإظهار العيوب الخطيرة وإظهار المشاكل وإظهار كذا. فإذا لم يكن اتحاد الكورة واضح وصريح وحمى التحكيم بتاعه وحمى الراجل اللي جايبه لانه عنده هدف ملوش غرض. لابد اتحاد الكوره ملوش غرض، غرضه انه مصابته تنجح، يبقى انا اوفر للراجل كل الامكانيات واقطع دابر اي حد يتدخل او يحاول يشوش او يحاول يعمل مشكله ويكون عنده قوه ومراقبه كبيره جدا على محاوله التقليل من العمل اللي انا بقومه. فبعمل ايه؟ بعمل حمايه للحكم بتاعي، بعمل حمايه لاداره التحكيم عشان اطلع موسم قوي. اذا ما تمش هذا الامر من البدايه بلائحه قويه مختلفة خالص
تواكب اللي احنا بنعيشه وتنفذ. لابد ان تمتلك آلية التنفيذ وتضرب بيد من حديد على الكبير اولا، مش الصغير، مش تخوف اللي تحت، خوف اللي فوق الاول. ماشي، اذا ما خوفتش اللي فوق وخوفته بجد وعرف وعمل لك حساب، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. اذا غلط التحكيم، اذا ارتكب اخطاء كبيره، حاسبه. لازم عندك ده، عندك عقابك، عندك عقابك. طيب خليني بس اطلع فاصل عشان بعد الفاصل اسالكم، لانه انا مثلا اتقال انه اللاعب اللي هيعتدي على حكم او هيتكلم بمع طريقه هيدفع 25000 جنيه، ده من ضمن الشروط ده لو نزل. لا ده لو نزلوا الملعب، مش اعتدى، لو نزل، لو مسؤولين النادي لو اعترض على قرار الحكم، دخلوا ارض الملعب، صح، اعترضوا، صح، هيبقى اعترض، صح، صح، لو طلعوا بره وتلموا حواليه هيبقى برضه في عقاب، عقاب تاني. وبالتالي هل ده، طيب بما اننا بنسمع ده عن اللعيبه، طب ليه ما نسمعش عن الحكام كمان؟ بعدين في نفس الوقت يجب ان يكون هناك قانون للتحكيم وجهه نظري يخص الحكم، بمعنى ان احنا الاول نحل للحكم، وجهه نظري برضو ان احنا نحل للحكم كل مشاكله عشان نقدر نتكلم معاه في تحقيق العداله التحكيميه. صحيح. بعد الفاصل ماذا سيحدث مع الحكام خلال الفتره القادمه؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. 25000 جنيه في حاله الاعتراض على الحكم، ده هيبقى قرار معلن من الاتحاد المصري لكرة القدم او من رابطة الاندية، ايا ما كان يعني المسمى، لكن في النهاية هو قرار سيتم اعلانه. تمام. سيتم تطبيقه خلال الفترة اللي جاية. طيب لو نظرنا للموضوع، من ادفعها يا كابتن اسلام؟ نعم، من ادفعها؟ يعني لو نزلنا 5-6 من الفريق كلنا نعترض على الحكم، هتبقى 25 تيار النادي اللي بيدفع ولا 25 على الواحد؟ ما هو اللي انا افهمه يعني معرفش صح ولا لا، لكن اللاعب اللي بيدفع، اللي هيثبت عليه، انا اسف، النادي اللي بيدفع ولكن بيتخصم من مستحقات اللاعب على شهر، على شهرين، على معرفش يعني. لا هو يقصد كان ايامنا احنا كده، معرفش دلوقتي ايه يعني. بسالك، لا بسالك، الجهاز كله نزل، اوكي، اعترضنا على الحكم، حلو، هتبقى 25 على الكل ولا 25 على الواحد؟ لا على كل واحد. طبعا. على كل واحد، واضحه هي، واضحه كده، مفيش جمله واحد. يعني وقطاعي هي على كل واحد، على كل واحد، مفيش حاجه اسمها كده، اشترك في الاعتراض. وبعدين يعني بيني وبينك احنا المنظر ده برضو ما احنا مش عايزين نشوفه. ماشي انا معاك، ولكن بس على فكره ده على الجانب الاخر. لو الحكم اخطا، لا هو اول حاجه ده قرار، القرار ده انا بعتقد ان هو مش جديد، القرارات دي موجوده. انا هقول لك اللي حصل مؤخرا. ما دي اللائحه اللي بتتعمل، دي اللائحه اللي بتتعمل، دي الحاجات اللي اتسربت من قبل كده، ما كانش فيه. انما لا، لازم يكون فيه عقوبات. ايوه يا ريس، فعلا انا معاك فيها، اعتراض على الحكم. انا خليني ما هياش يعني، هي سبق قد سبق. لا انا اقصد ان هي، لكن احنا دلوقتي في داخلين في ماتشين افريقيا، وبعد كده هترجع على طول تاخد الدوري العام. لا طبعا القرار مهم جدا، حلو جدا، وقرار كويس وكلنا معاه، و25 نخليهم 100000. 100000 صح، انا ما عنديش مشكله. تمام. لكن اذا اتضح ان هناك حكم خسرك 3 نقاط او لم يطرد، وهو لم يطرد لاعب وكان يستحق الطرد، وحرمك من ضربة جزاء، حرمك من ركلة الجزاء، او حرمك من 3 نقاط، عارف الاجابه؟ إيه؟ عارف انا كراجل اهلاوي وانت عملت معايا كده، عارف الاجابه؟ هعمل انا ايه؟ الاجابه هتبقى ايه؟ إيه؟ من المسؤولين في لجنه الحكام واتحاد الكوره، الحكم بشر، انا بقول لك بس الحاجات اللي هتتقال، الحكم بشر يخطئ ويصيب، ولا يجب او يجب عدم الاعتراض على اي قرار يقوله. ما هو لاعب بشر، لكن وبعدين يجي عشان يقول لك لو انت عايز تعيد مباراه لازم الحكم يعترف. انا نفسي اعرف حصلت ازاي ويعلن ده. ما هو دي كلها حاجات ايه؟ حاجات تعجيزيه. القرار هيبقى مين يا استاذ جمال؟ ما انا بقول لك القرار هيبقى للحكم اللي في الساحه، مش رقم واحد، ولا اللي قاعد جوه؟ لا الساحه طبعا. لا لا، حكم الساحه هو المسؤول عن الكل. حكم الساحه المفروض ايه؟ طبعا. طيب لو اللي جوه اخطا، مين اللي جوه؟ الفار؟ الفار مش علاقه، هو الحكم الساحه. هو حكم الساحه طبعا. طيب هو هنقول حضرتك انك انت مش من هيقول لك ايه، مش من الصالح اعلان عقوبه بالظبط الحكم. هو ده اللي انا عايز اوصل له. عاوزين نوصل له ده. طيب ماذا سيستفيد النادي الذي انفق الملايين بالظبط على لاعبين واجهزه ايوه وتكاليف تفوق البشر، ويجي واحد مع كامل احترامي ليه يخسرني دوري، خسرك بطوله. انا اسف يا استاذ جمال، انا اسف يا استاذ محمود، النادي الاهلي سبب
سبب من ضمن خمس اسباب التحكيم، لكن السبب الاول هو التحكيم، وجهه نظري على فكره. فبقى لنا سنتين طب انا كنادي اهلي استفدت ايه؟ انا مش انا وحش وبتاع، مالكش دعوه بقى بكل ده، انا مش مع ده التحكيم. مش إيه؟ مع اديني حقي وانا وحش، اديني حقي وانا وحش بالمساله دي. انا وحش ما بلعبش، اديني حقي بس. انا كل ما بحاول ان انا اعمله قراءه ما سيقال، يعني انا دلوقتي يعني انا مش موافق على انه نادي الاهلي او اي نادي اخر يتعرض لظلم تحكيمي طبعا. خلي بالك مش الاهلي فقط، كمان هو اللي اشتكى الاهلي 17 نادي. يعني اذا كان التحكيم له دور او الاخطاء التحكيميه لها دور في تغيير مجرى ماتشات طبعا خالص. لكن هي المشكله انه الاول لازم نعمل اهتمام شديد جدا بالنهوض بمستوى الحكام وتوفير كل العناصر والعوامل. استمرت الاخطاء، استمرت عملنا الأخطاء. النهوض يا رئيس، ما انا هقول لك اهو. انا بقى ايه، لا اتمنى ان انا اقول ده بس هو ده الواقع. هو ده اللي احسن اللي انا قلت لك عليه ده. انا مش بقول كده بمعنى ان انا موافق عليه. يعني انا ساعات لما بلاقي حكم ظالم ظلم باين، لا انا بقول ايه، طب واعمل له ايه ده بقى؟ اروح منه فين يعني؟ يعني انا كمشجع حتى ببقى قاعد اشد في شعري. بس الناس تقعد تقول لك ايه الفتنه والمش عارف ايه وانتوا بتعملوا وانتوا قنوات يعني صح. لا 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 مش كل، لكن خليني اقول لحضرتك انا كمشجع اهلاوي وشايف ان الحكم بيظلمني في ماتش واثنين وثلاثه واربعه، لا حاجه تموت طبعا. 14 نقطه، انا فاكر السنه اللي فاتت انا عملت 14 نقطه على انت عملت احصائيه 14 نقطه واضحين يعني مفهومش مثلا ايه لو جبت واحد ما بيشجعش الاهلي وقعدته هيقول لك هيقول لك طبعا حقيقي. طبعا طيب 14 نقطه لو انا خدت منهم 10 وانا اشوف نهايه الدوري بكام ووصلت لكام كنت زماني خدت الدوري لما اتذكر يعني. طبعا طبعا. امال ايه؟ لان انا بالنسبه لي عندك ماتشين ثلاثه من حصه الدوري معاك، ماتش المقاولين، ماتش فاركو ما دول يخلصوا. ماذا حدث في ماتش في مباراه المقاولين؟ الكابتن محمد عادل الباك يمين امير عابد مع حمدي فتحي فاكرين؟ ايوه طرد الواضح في ده ولم يتم طرده. خلي بال حضرتك هو كلامي مش معناه ان انا موافق على اخطاء التحكيم بهذا الشكل، لا ده انا بحب اوضحها ليه؟ بس انا بوضحها لان انا الرد هيبقى كده. يعني الرد ايوه يا استاذ جمال حتى ما عنديش مشكله. لماذا لا يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم يا فندم قد يكون حد من اتحاد كره القدم قاعد بيتفرج علينا يطلع بحاجه بالظبط يحاول ينفذها وماله؟ ما احنا عشان كده بنقول احنا عشان كده بنقول مش معنى الاخطاء البشريه انك تظلم نادي يستحق اللقب او صحيح. تخلي نادي يهبط صحيح. بسبب اخطاء التحكيم. اذا لم يشعر يشعر الحكم اذا لم يشعر الحكم ارتكب خطا في مباراه ما ولم يكن هناك عقاب باي شكل من الاشكال سواء ارتكب خطا عن طريقه هو عن طريق قراره او عن طريق تسليم بقرار من يجلس في غرف الفار او عن طريق احد مساعده. انت عارف الاجابه انت عارف الاجابه. من عارف هيقول لك ايه؟ من هقول لك ايوه حتى العقوبه احنا بقى سريه ماشي مش انا عايزها سريه. انا بقول عايزها سريه. انا عايزها سريه. ما تقوليش يا عم الحكم عاقبته بايه، مش مشكله عندي ازاي يعني. بس انت لازم يبقى في سواء يعني في عقاب. مش هعلنها لك يا كابتن، مش هقول لك ان انا عملت ايه. ما انا كلاعب هعرف ازاي. انا هعلنها بلاش كمشجع. هعلنها من فين يا فندم؟ هعلنها من القرار نفسه انت هتشوفه ده ظهر في الحدوته ولا لا، بدليل او فكرك الموسم الماضي لما في امين عمر في اللقطه بتاعه رامي ربيع مش قامت الدنيا وقال لك خلاص امين مش تاني ماتش مش كان امين عمر في حكم تقصد ان تاني ماتش ما يبقاش موجود هو تاني ماتش تالت ماتش رابع ماتش اخفيه المفروض هنا يبقى نوع من العقاب وكده كده هو ايه يعني عاوز اقوله هو الحكم يا جماعه مش احسن من لعيب الكوره بالظبط يعني لعيب الكوره هو بطل المشهد فانت بتيجي لعيب الكوره لما يقطع تمام هو اللي انت عايزه بتعلق ورقه كده بتقول تم ايقاف فلان الفلان في اوضه اللبس في غرفه اللبس بتعمل كده بترق العقوبه بتاعته اللي انت عايز تحس بيه ايه؟ انه انه الحكم انه في حساب انه في حساب ان الحكم المخطئ بيتعاقب يعني بمعنى ان هو ما يبقاش عامل عاكك الدنيا وتلاقيه بعدها بماتش عادي شغال يعني ما الامور ما حدش حاسس بيها صحيح. وكمان ما يطلعش مسؤول في لجنة الحكام يطلعه صح 100% وكل اللي بيتقال عليه غلط
وده تحدي برضه. لا لا ده لا لا حضرتك بتتكلم على السنه اللي فاتت. لا 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 ما انا بتكلم كده. هو كلاتنبرج ده لو عمل كده دي تبقى مصيبه. بالعكس ده المفروض انت مش تطلع تدافع. على الاقل هنتحرم شويه من تصريحات الكابتن عصام. بصراحه يعني الكابتن عصام كان كثير التصريحات الغريبه بجد. لا وكان بيدافع على طول. انا سمعته برضه حتى بعد ما ساب لجنه الحكام. بس انا الحقيقه مش هرد يعني على هذا الكلام. انا مش هرد. قال لك انا كنا هنقاضي. كان داخل مع الزميل العزيز هاني حتحوت. اه سمعته. وقال الكابتن عصام كنا هنقاضي النادي الاهلي في البيان اللي قاله ان هو كذا وكذا وكذا. ولكن بس احنا ردينا وخدنا حقنا. فانا الحقيقه انا مش هرد على الكابتن عصام خلاص لانه اصبح خارج المنظومه. تمام. وبالتالي يعني انا مش حابب ان انا ارد عليه دلوقتي. هبقى هو المنظومه مش خارج المنظومه. خارج المنظومه هنا لكن موجود في الاتحاد الافريقي وموجود في الاماكن. ما هنشوف. ما انا عشان كده برضه هنتفرج وهنتابع. انا سؤالي اللي جاي هو بس خلينا اخر سؤال يعني. عارف عارف هيحصل ايه يا كابتن اسلام؟ معلش معلش استحمل. لا لا ليه؟ هتبقى في برشامه. هيبقى في برشامه كده. خد والنبي برشامه بتاعت المذاكره. خد يا خد بصوص. خد لا لا خد يا خد خد والنبي يا جمال بصيها لنا بس اللي قاعد في الاستوديو بس. فاكر انت اللقطه بتاعت ضربه الجزاء بتاعت الاهلي والزمالك؟ عشان نطلع الحكم الاجنبي ونقرر حكم الاجنبي خطا فنبرر كذا. فيجي الناس اللي من بره اللي هم اساتذه عصام عبد الفتاح واللي هم كسروا الدنيا في التحكيم. قال لك ايه ده؟ وفي ايه؟ مين ضربه جزاء ايه؟ لما تسعى لتبين وعاوز تنتصر وانك انت الغرورك واخدك وتجد انه بتحاول تبرر كل شيء عشان تبان انك انت ما بتغلطش. دي كارثه في حد ذاتها. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. انت عاوز تبرر يا كابتن عصام انك انت ما بتغلطش. يا كابتن عصام ما يصحش. يعني انا بقول لك يعني خلاص بقى عشان هو كابتن عصام دلوقتي ما يصحش. قول الحق مره واحده في حياتك. قول الحق مره واحده. الاهلي النادي الوحيد اللي ما لمسكش بكلمه يعني ما جاش ناحيتك. هو احنا عشان في ناس ثانيه تكلم انت ما قدرتش ترد. ما قدرتش ترد. خلينا بس لا خلينا نتكلم على احنا بنبدا موسم جديد. بالظبط. وصفحه جديده. بالظبط. فاحنا بنقول على ما يجب ان يكون. بالظبط كده. ونتمنى أن يحدث ما جمال نتمنى. أتمنى. أستاذ جمال أستاذ محمود. وأنا بدعو حضراتكم مع أي عدد من الحكام. اتفضل. حضراتكم تقدروا تجيبوهم ليهم مشاكل. وماشي. أو حتى من خلالكم. يعني أنا ما عنديش مشكلة. ونقول الأسماء يعني. ماشي. أو عشان اللي حابب يقول رأيه يعني. حابب يقول رأيه واللي عايز يقول أي حاجة فيما يخص. ماشي. مشاكل الحكام اللي عايزين يعرضوها على أنت قصدك المشاكل اللي هم بيعانوا منها. اللي بيعانوا منها. بحيث إن إحنا برضو مساعد على بالظبط. لما اتحاد الكره والمسؤولين في اتحاد الكره وكلاتنبرج يسمعوا الكلام بتاعي وبتاع فلان وبتاع حضرتك في الجورنال عندك وبتاع الاستاذ محمود في الجورنال عنده وفي كل واحد في موقعه وفي كل واحد في كذا. اعتقد من الممكن ان نجد تلبيه لرغبات الحكام ولو جزء بسيط منهم يؤدي في النهايه ان انا لما اقدر احاسب او لما اقدر انا اسف انا مش بحاسب ولكن لما اقدر انتقد اداء حكم يبقى عندي حق. انا برضو الواحد بيحس ساعات ان هو الحكام دي ما بتاخدش كل حاجه. مش كلهم. مع احترامي. طبعا. مع احترامي. طبعا مش كلهم. لان في ناس واخده الموضوع يعني عامل زي المنشار. انت فاهم قصدي؟ لكن لكن انا بتكلم عن وانا بدعو حضراتكم اي وقت حضرتك من خلالكم عايزين ينورونا في البيت الكبير الاسبوع الجاي ناس معينه او ناس مفتوح الموضوع يعرضوا كل مشاكلهم نبعت لهم كاميرا وناخد منهم الكلام ونعرضه. مفيش مشكله خالص. خلاص. لكن في النهايه اتمنى ان ده يحصل لانه في النهايه بنبحث عن عداله التحكيم فقط لا غير. صح. اللي يكسب في الملعب يكسب. اللي يكسب في الصفقات يكسب. بالظبط. ما عنديش مشكله. لكن العداله التحكيميه هي جزء كبير جدا جدا من عداله كره القدم ومتعه كرة القدم. بالظبط. استاذ جمال انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودكم معانا. انا بشكر حضراتكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله اشوف بكره حضراتكم على الف خير.